السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله، ما شاء الله. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. ما شاء الله، ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام، ويطعمون الطعام، ويطعمون الطعام على حبه سيرا. ما شاء الله، زينا، ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله. ما شاء الله، لوجه الله لا الأبرار يشربون
شيخ ما شاء الله تكبير تكبير ما شاء الله شيخ عينين يشرب بها عباد الله ما شاء الله عينين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ما شاء الله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ما شاء الله هذا حسن الوقت إنما نطعمكم لوجه الله ما شاء الله أحسنت وزينت ما شاء الله زدنا شيخ ما شاء الله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ما شاء الله أحسنت وزينت لوجه الله لا نريد منكم جزاء ما
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما شاء الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ما شاء الله. وجزاهم بما صبروا جنة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة. ما شاء الله. تكبير. ما شاء الله شيخ. وقاموا شوشا ذلك يوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا إله إلا الله. ما شاء الله. وحيدو لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة ما شاء الله أثلجت قلوب المستمعين ما شاء الله فليعبدوا رب هذا البيت قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ما شاء الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتحة نشكر فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك على ما أتاح لنا من فرصة ذهبية لتلاوة دعا عز وجل نجمه في سماء هذا اللقاءات متكررة جزاه الله عنك سامعين آمين وضع في الدنيا والآخرة بارك الله شكرا لكم على حياتكم شكرا الله جزاك لذا التكريم لا دعاء اللهم إني داع فأمنه اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل عليه في كل وقت وحين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت
وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا اللهم ارحمنا بالقرآن وزينا بالقرآن وجملنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وشفعنا بالقرآن واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك ومتعنا اللهم برؤياك وأسعدنا اللهم بتقواك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما قرأناه وما تلاوناه صلى الله عليه وسلم وإلى روح أموات المسلمين وفيد إلى الله يا رب العالمين شكرا الآن مدير جامعة بسريداء الشيخ عبد الناصر حفظه الله نغفر لنا ولهم رب الشيخ مولانا موسى صاحب مولانا اسماعيل جاشم ان کو قبر نور سے منور فرمائے جنت میں اعلی مقام نصیب فرمائے صاحب